يعني بداية هوبس عم يشارك بدورة دبي بظل علامة استفهام انحطت على كل الأندية بلبنان، اليوم من خلال هالمشاركة شو عم توجهوا رسالة للباسكتبول اللبناني تحديدا؟ وانتو يلي عليتوا الصوت من زمان وقلتوا رح نوصل لهالمرحلة، لأنه بصراحة نحن عنا سبب اقتصادي لإيقاف البطولة قبل السبب الأمني. صحيح. انت بتعرف انه نحن من الأندية القليلة اللي استمرينا وضلينا عم نعلي الصوت انه لازم تستمر الرياضة ككل وطبعا كرة السلة بشكل خاص. طلعنا عم نتمرن ونحن بركي من اول الاندية لما الاتحاد قال حنرجع نبلش كنا ضلينا مكملين واصرينا انه نستمر. هون في كتير حكي هلا بالنسبة انه هل بيتكمل الدوري ومين بيتحمل مسؤولية والوضع الاقتصادي وهل الاتحاد تخزل. انا بقول لك باكد لك انه لا، اليوم الاتحاد له مصلحة تتكمل اللعبة. وعدنا نحن اول اجتماع او تاني جلسة، بس طبعا في كتير متغيرات عم بتصير بالبلد عم بتفرض واقع ما حدا عم بيعرف يتعاطى معه. انا من الناس اللي عم بيقولوا لازم نحط عنوان واحد انه يجب الرياضة ما تتوقف. هون في خطوة كمان كتير كبيرة اللي عملوها بالمجلس النيابي لما اقروا الاربعة مليار، وهيدي ضرورية للاتحادات، لانه انا كمان كاتحاد بمكان ما اذا ما في موارد خاصة من الدولة، لانه موارد من غير الدولة اليوم ما حدا يحلى. جاسم، يعني يمكن اعتمادنا على سبونسر واحد عم يكون ببطولة لبنان لكرة السلة بالوقت. يا جماعة نحن رايحين على انفجار، نحن رايحين على وضع صعب رح يكون اقتصاديا، ما تعملوا تضخم ان كان على صعيد السالاريز او الديلز يلي كانوا عم يعملوها مع اللاعبين. صلنا لها، يعني هي اصل المشكلة اليوم. ما بدي اقول رب ضارة النافعة، بس هذا التضخم اخر شيء بين اللي بالوضع التضخم الانديه اللي عندها تضخم هي اكثر انديه انضربت. اللي بيضحك انه اخر شيء اليوم نحن اصغر نادي على المستوى المالي، نحن مستمرين، نحن مثل ما بقولوا بنحسب خطواتنا كثير بتأني. هذا ما بيعني انه نحن الصح وان الغلط. اليوم انديه كبيره مثل النادي الرياضي اليوم مضطر يحط بادجت، مضطر يجيب اجانب كبار. الوضع مثل ما بقولوا مش كشف المستور. بنفس الوقت لازم نفهم انه من هلأ ورايح تغيرت الرياضة بشكل عام، خاصة الرياضة الاحترافية اللي هي الباسكت فوتبول والفوليبول والهاندبول بدأت تتغير. في اسبوع المقبل اجتماع مع الاتحاد، شو راح ينحكى بهالاجتماع؟ شو مقترحاتكم؟ وهل عندك ايمان بعودة البطولة هالسنة؟ انا عندي ايمان وعندي مثل انا سمع من رئيس الاتحاد انه مصر انه تتكمل البطوله بشكل او باخر. الاجتماع ان شاء الله بيكون انه يطلع قرار حاسم. مقترحكم شو راح يكون؟ انا مقترحنا انه بس انه بدي اعرف مين بده يلعب. اقترح انا مستعد العب والانديه اللي مستعده تلعب باي شكل، وخلينا نلعب لو كنا 5 انديه، لو كنا 4 انديه، لو كنا 6 انديه. والانديه اللي مستعده تلعب باي شكل، وخلينا نلعب لو كنا 5 أندية، لو كنا 4 أندية، لو كنا 6 أندية. في تعطش، في مجتمع ناطر شيء. آخر شيء الناس مهمومة بكيف بده يطلعوا مصرياتهم من البنوك وعندهم هم. اليوم الرياضة بتسليهم، بترفع عنهم يعني بتخلي فيه نشاط وحياة. رياضة بالبلد ضروري تستمر، غير هيك عم نقضي على البلد بكل زوايا. مثل ما بقولوا Thank you لك. Good luck. Thank you.